اكلم سيادتك الاول على موضوع كورونا. كورونا ما زال موجود عالميا، لم يعلن حتى هذه اللحظه خلو العالم من فيروس كورونا، وزي ما احنا شايفين في بلاد فيها الحالات رجعت تزيد، بطلوا يعدوا، يعني قالوا مش هنعد خلاص لان العدد فات وزاد. طيب، وفي بلاد اخرى ما زال موجود وما زال انتشار المرض بدرجاته المختلفه موجود، وطالما هذا موجود يبقى احنا لازم يبقى عندنا حرص وحذر شديد جدا، الاجراءات الاحترازيه والوقائيه مستمره. لكن الوضع الوبائي في مصر من ناحيه كورونا حاليا الحالات قليله، حالتها الحالات بسيطه والى متوسطه وليست شديده جدا، وحالات دخول المستشفيات قلت للغايه، والحمد لله في يعني وفيات صفر خلال الفتره الماضيه. لكن عندنا فيروسات ثانيه برضه اقول لسيادتك عشان يبقى الساده المشاهدين معانا، كل انواع هذه الفيروسات موجوده واحنا عارفينها. ثانيه، ما فيش حاجه جديده، يعني سواء فيروس الانفلونزا باشكاله المختلفه. على فكره فيروس الانفلونزا كله بنقول عليه انفلونزا، لكن هم انواع كثيره جدا جدا، يطلعوا 256 نوع. في فيروس المخولي وغيره. فاذا وطبعا هي فتره تغير الفصول من الصيف الى الربيع، ومن الربيع الى الشتاء، ودخول المدارس والحضانات والجامعات. صحيح. فبيكون في اعداد بتتزايد في هذه الفتره، لكن اعداد لا تشكل وباء، لا تشكل خطوره، لكن لازم ناخد بالنا كل واحد يصاب باي نوع من هذه الفيروسات، هي في معظمها جدا حالات بسيطه، لكن قد تحدث منها بعض المضاعفات.